سميت هذه المباراة بمباراة القرن، ايوه ومن قبلها كان نادي القرن. يعني مظبوط. شايف ان المسميين لايقين على بعض وماشيين في سكة واحدة؟ طبعا هو نادي القرن مسمى اقوى ومسمى نعم، بشوفه دايما الاحق بيه النادي الاهلي. وخليني برضو كابتن شوير يعني طالما اثرنا النقطه دي برضو اتفضل. اوضح حاجه، عشان انا يعني ممكن ما بحبش نرد قوي في الحاجات دي، لكن نعم، في امور لما بتوصل من مسؤولين وتوصل مثلا مسؤولين يبداوا يتهموا ناس على قيد الحياه او ناس مش على قيد الحياه نعم، بانه ده جامل هنا وانه اصل ده زور هنا وانه ده مش عارف عمل ايه هنا، وبتبدا مع احترامي تبقى دي ناس كبيره وناس مسؤوله، وفي اجيال جديده ما شافتش الحاجات دي وما نعم، شافتش وما عاشرتش الناس دي، فالسوشيال ميديا بتنقل من هنا وتغير كلام من هنا وتزود من هنا، وكله بيعتمد على ان هو مش قادر يبحث عن المعلومه نعم، الدقيقه فبياخد المعلومه من على الوش زي ما بنقول. لكن لا، عشان احقاقا للحق ومش عشان انتمائي للنادي الاهلي، وانا بحترم نادي الزمالك جدا وهو المنافس التقليدي للنادي الاهلي، وطول ما انت المنافس على فكره بتاعك منافس قوي ومنافس محترم وليه جماهيريه وليه شعبيه وليه تاريخ، ده بيحفزك اكتر زي اي أكيد. منافسه حتى ما بين اتنين لعيبه في نفس نعم، المركز يعني، فده احنا بنحترمه. لكن خلينا نقول بالمنطق وبالعقل بتحليل بسيط يعني، انا مش موضوع بقى النقاط وال اصل الكرايتيريا كانت ايه في 94 وفي 97 وفي 2000، لا انت حته عدد البطولات كنادي اهلي في وقت من الاوقات ان 7 بطولات او 9 بطولات او وات ايفر، انا عايز بس اقول حاجه ان 9 بطولات حتى للي كان مشارك فيها نادي الزمالك في منهم جزء كبير جدا يكون تلتهم النادي الزمالك كان داخل مكان النادي الاهلي فيهم. صح، صحيح، دي نقطه يمكن في ناس في اجيال وده مش تقليل من نادي الزمالك على فكره. نعم، واللي حتى البطولات دي لما نادي الزمالك حققها لا حققها بمجهود وحققها أكيد بلاعيبته أكيد. وبجمهوره وكل حاجه، لكن اللي اقصد اللي عايز اقوله ايه؟ احنا من الاول في البطوله سنه 86 حركه تبقى يعني واعي الكلام ده كويس جدا وفاكره نعم، كويس جدا مشارك، ومشارك فيه نعم طبعا، في قلب الحدث، ان 86 النادي الاهلي هو اصلا بطل الدوري 85، نعم، والنادي الاهلي برضو عشان انا بقول ده للناس او الاجيال الجديده او الشباب اللي هم ممكن ما يبقوش عاشوا ده، ان سنه 6 رغم ان انا مواليد 86 بس انا عارف نعم، المعلومه يعني، ذاكر، فانا 85 النادي الاهلي كان بطل الدوري. نعم، فالنادي الاهلي عشان كان مش كسبان بطوله الكؤوس الافريقيه كاس نعم، الكؤوس الافريقيه فعايز يحافظ على الرقم، 84 نعم، 85، فالنادي الاهلي كان بطل الدوري والكاس نعم 85، مظبوط، فاختار انه يشارك في ابطال كؤوس ابطال افريقيا الكؤوس، نعم، 86 عشان يحتفظ بيها، كانت الفكر ساعتها ان 3 مرات تحتفظ بيها نعم، مدى الحياه، فوقتها مجلس الاداره فضل انه يشارك في البطوله دي، فبالتالي وصيف الدوري النادي الاهلي نادي الزمالك وله كل الاحترام شارك في 86 وتوفق فيها وخدها للنادي الاهلي. نفس القصة على فكرة حصلت نادي الزمالك 84 مع مقاولين عرب. نعم، نفس القصة بالظبط، كان مقاولين برضه كسبان البطولة نعم 82 و83 صح، وشارك برضه في كأس الكؤوس، كان الزمالك برضه مش بطل الدوري ولا الكأس. نفس القصة في 96. 96 النادي الأهلي أنا بداياتي بقى ده أنا وعيت عليه، أنا بدأت بقى يعني أشجع يعني وأبقى مندمج في القصة من 94. نعم، كنت 8 سنين ساعتها من سنة نعم 94، فده بدايتي نعم والحمد لله بدأت إيه من 94 دي النادي الأهلي خد دوري 7 مرات ورا بعض. صح، النادي الاهلي اتظلم في بطوله السوبر بتاعت افريقيا بتاعت 94، كان نعم ظلم يعني واضح جدا، نعم وممكن حكم يعني بطرس متابيلا اخطاء مش وجنوب طبيعيه افريقيا. في المباراه. القصه الحقيقيه عندي بس انا مش قادر اقولها، انا بس انا وعدت الناس ان في يوم من الايام هقولها، لكن والله العظيم ثلاثه انا باقسم بالله القصه الحقيقيه عندي بس انا مش قادر اقولها، يعني ده مش بقى عايز اعمل. بيودينا يا كابتن شوبير لحته ثانيه، نعم، ان انا 94 النادي الاهلي وقتها بعد احداث المباراه فكابتن ابراهيم حسن ايوه، اعترض بشده على الحكم فطلع له ايقاف سنه محليا وقاريا وعالميا وكل حاجه، وانذار بالتوجيه انذار لكابتن طارق سليم بالايقاف، نعم، اجتماع طارئ لمجلس اداره النادي الاهلي، عدم عدم برئاسه كابتن المشاركه، صالح سليم رحمه الله نعم، عليه، عدم المشاركه في بطولات افريقيا او عدم المشاركه في البطوله القادمه، فبالتالي قرار الاتحاد الافريقي عدم مشاركه النادي الاهلي 3 سنين ورا بعض. مظبوط، لما كانوا 95 96 97 النادي الاهلي كان بطل الدوري في ال3 سنين دول، نعم، بالتالي نادي الزمالك برضه شارك في 96 مكان نعم، النادي الاهلي. هو نادي الاهلي وشه حلو عليه يعني، كان نعم، المفروض يبعتوا لنا جواب شكر على فكره مش ايوه مش يقولوا لنا احنا نادي صحيح، القرن. فنادي الزمالك ساعتها كسب بطوله 96 وكسب 97 السوبر نعم مظبوط، الافريقي بناء على نعم 96 قدام المقاولين العرب. ايوه صح، تمام؟ فدول انا يعني انا على فكره عشان تاني من الكلام ما يروحش في السوشيال ميديا غلط يقول لك ده بيقلل، لا نادي الزمالك اجتهد ودخل البطولات دي باجتهاده وبدون مجاملات وكسبها بعرقه وبجهده. لكن انا اللي عايز اقوله انه لو النادي الاهلي اصلا كان مشارك في البطولات دي بقراره نعم، هو لا شوف، كان على الاقل يا كابتن نعم شوبير انا مش هقول ان احنا كنا هنخش يعني نعم طبيعي كنا هناخد البطولات دي، بس نعم على الاقل
انت التسعه دي كانت هتبقى سته يعني، ما كانتش لا لا هو بس عشان فانا بس عايز اقول ده الطبيعي ان انت كمان محليا كنت مسيطر في طول السنوات الثمانينات التسعينات، فانا مش طبيعي ان انا ابقى محليا عشان اريحك يعني. انا ما بحبش اتكلم في الموضوع انا بس انا بقولها ليه عشان نقفل بقى القصه دي ان انا لا ده جامد. لا ما تقفلهاش بالعكس، ومش عارف مش عايزك تقفلها والشخصيه المحترمه مش من مصلحتك انك تقفلها. مصطفى مراد فهمي راجل يعني راجل جميل بيتهاجم بشكل مش طبيعي. حاجتين بس مهمين على حاجه مش حقيقيه، انه بالعكس مش من نصيحتك تقفلها وخليها شغله الاخرين، خليهم ينشغلوا بها كثيرا. لكن هو القصه انه مصطفى مراد فهمي كان عضوا في مجلس اداره النادي الاهلي في الوقت اللي اتخذت طبعا الوقت اللي اتخذت فيه العقوبات ضد ابراهيم حسن عضو معين وضد الكابتن ضد الكابتن طارق سليم، والاهلي انزعج بشده وقرر الانسحاب من البطولات الافريقيه. والمهندس مصطفى مراد فاهم سكرتير الاتحاد الافريقي كان عضو مجلس اداره في النادي الاهلي. مظبوط. وده اغضب الكابتن صالح سليم جدا، وبعد كده خلاص هو كان عضو معاهم فما جاش ما دخلش. ده عشان بس ننفي شبهه الانحياز. ادي نمره واحد. نمره اتنين، انت عندك نظام كريتيريا اتحط تحدد بيه من قبلها بست سنين. ايوه ماما. فالقصه محسومه بنسبه دي بقى اتناقشت كتير جدا، لكن اللي ما اتناقشتش قوي الجزء اللي انا بقول بتاع المشاركات. لا مش مهم. لا هو شارك انت وهو انت في لا لان انا بقول ده بايه؟ بالمنطق او لا بالعقل. لا انا يعني اللي يهمني انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده، لكن اللي يهمني انت اتحاد افريقي ما حطش المعيار ده سنه 2000 ولا 98 ولا 97، حطه من قبلها بكتير جدا. هو ملوش علاقه انت شاركت ولا ما شاركتش، انت كنت بطل وسبت ده، دي مش مشكله الاتحاد الافريقي. لكن المعيار بتاع التقييم كان موجود وموجود من بدري وخلصت القصه. والاهلي هو نادي القرن، والاهلي هو لا وبعدين بطل النادي الاهلي لو بيتجامل من الاتحاد الافريقي مش هيمنعه ثلاث سنين ان هو بالظبط. انا بقول لك كان ساعتها يعني في الاتحاد الافريقي كان عضو مجلس اداره يعني لو في نيه ان انت تاخد اللقب ده مش هيمنعك ان انت تشارك يعني.